طيب يعني سبب تواجد مشكلة التخاطب عند الأطفال، يعني حضرتك دلوقتي قلتي وراثي، طيب هو ممكن يكون وراثي ولا ممكن يكون مثلا مشكلة صحية أو مثلا عنده عيب خلقي مثلا؟ طبعا هي في يعني المشكلة ممكن تبقى وراثية، ممكن يبقى عامل البيئة، ممكن يبقى حاجة مختلطة يعني الاتنين مع بعض، ممكن يبقى عيب خلقي في الطفل واحنا ما خدناش بالنا منه او ما اكتشفناهوش، وفي طبعا حاجات بتكتشف منذ الولاده زي الخلف المفتوح والكلام ده كله. فطبعا هي اسباب متعدده. في اسباب تاني غير الاسباب اللي انا ذكرتها لحضرتك دي يعني؟ لا هي دي اكتر الاسباب الموجوده.